وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ موفدنا إلى هناك محمد عبد الله. محمد بعد التحية لك من جديد، ما هي آخر الاستعدادات التي وصلت إلى التجهيز لبدء هذا المنتدى بالغد والذي يأتي تحت عنوان في غاية الأهمية وهو التنمية تبدأ بالنزاهة؟ صحيح أيمن، يعني إذا لاحظت خلفي هنا هناك خلية نحل تعمل لاستعدادا لانطلاق المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد والذي سينطلق غدا، وسيكون هناك كلمة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى. المنتدى اللي بتنظمه هيئة الرقابة الإدارية بيعاونها فيه 7 جهات رسمية أخرى، هناك 51 دولة إفريقية، وزراء الداخلية والعدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء أجهزة جهاز الكسب خير المشروع في 51 دولة إفريقية، بالإضافة لأربع دول عربية إن شاء الله هيحضروا هذا المنتدى الإفريقي الهام اللي بيتزامن معاه أيضا بعد انتهاء المنتدى بيتزامن معاه اجتماع هام وهو رؤساء هيئات الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في الدول الإفريقية. لكن إطلالة أكثر تمعنا وأكثر تفحيصا وحجم الدول المشاركة، سعدنا أن يكون معنا عبر الهواء مباشرة سيادة اللواء دكتور هشام زعلوق مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفنا بيكم يا فندم. اهلا وسهلا. شرفينا يا فندم. مجهود غير عادي بيتم، احنا شايفين سواء داخل القاعة او بره القاعة، شرم الشيخ فعلا كعادتها اتزينت لاستقبال الوفود المشاركة. خلينا اطلالة اكتر وتفاصيل اكتر حول حجم الوفود المشاركة يا فندم في هذا المنتدى الغام واهميته. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، المنتدى اللي هيعقد في يوم 12 ويوم 13/6 اللي جاي ده المنتدى الافريقي لمكافحه الفساد، ده اول مره يعقد في مدينه شرم الشيخ واول مره يعقد في جمهوريه مصر العربيه، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ادانا توجيه بالتوجه ناحيه الدول الافريقيه وننفتح ناحيه الدول الافريقيه ونتعاون بمناسبه رئاسه سيادته للاتحاد الافريقي. فاحنا عقدنا المؤتمر بتاع مكافحة الفساد اللي احنا فيه ده بغرض ان احنا نعمق اواصر التعاون بيننا وبين الدول الافريقيه ونوحد الرؤى بيننا وبين بعض ونزود روابط التعاون بيننا وبين بعض حتى على المستوى التنفيذي، ان احنا نقترب من بعض ونعرف نتعامل مع بعض في مجال مكافحه الفساد في القاره الافريقيه. زي ما احنا عارفين القاره الافريقيه هي قاره غنيه بالموارد، غنيه الموارد البشريه والموارد الطبيعيه احنا محتاجين ان احنا نفعل التعاون، وان طول ما في مكافحة فساد طول ما في نمو اقتصادي وفي تقدم إن شاء الله في الدول الأفريقية. المؤتمر بيشارك فيه كافة جهات إنفاذ القانون، أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في الدول الأفريقية، الأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة المناظرة له من أجهزة الرقابة المالية، النيابة العامة، المحاكم، وزراء العدل مدعوين، السادة وزراء الداخلية الأفارقة مدعوين، السادة نواب العموم وأعضاء النيابات العامة مدعوين، العاملين في مجال مكافحة الفساد المعنيين بمجال مكافحة الفساد، نخبة من المجتمع المدني المصري، نخبة من منظمات المجتمع المدني، كل ما يتعلق بشأن مكافحة الفساد موجود في هذا العرس تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشرف على ترتيبات هذا المؤتمر المنتدى اللي مقسوم إلى جزئين، الجزء الأولاني هو المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد وده هيبقى يومين، الجزء الثاني هو الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد ده اللي بتستضيفه جمهورية مصر العربية اليومين التاليين ليومين المنتدى يوم الجمعة والسبت، فهو احتفالية مزدوجة إن شاء الله تضع مصر في ريادة القارة الأفريقية في مجال مكافحة الفساد إن شاء الله. بالتأكيد يا فندم، بالتأكيد يعني هذا المنتدى بيعكس الرغبة المصرية لنقل خبرتها في مجال مكافحة الفساد واللي حققت فيه نتائج ملموسة شهدت بها المؤسسات الدولية. أحد أذرع مصر في لتنفيذ هذه الاستراتيجية هي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عايزين نتكلم عن دور الأكاديمية في هذا الملتقى المنتدى الهام، إيه الدور اللي بتقوم بيه يا فندم؟ الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هي جزء من هيئة الرقابة الإدارية وهي معنية بتقديم التدريب والتأهيل لضباط إنفاذ القانون في هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المختلفة، أيضا بتقوم بدور تدريبي لموظفين الجهاز الإداري للدولة، بتتعاون مع أجهزة مناظرة شقيقة زي أكاديمية مصر العسكرية العليا، أكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، بتتعاون مع الجامعات المصرية بالكامل
الحكومية بتتعاون مع بعض الجامعات الخاصة، فبالتالي أنا عندي زخم في العملية التدريبية. الأكاديمية بتدي في 13 باب رئيسي في العلوم السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو في علوم الحاسب الآلي، في مختلف البنود بتدي مجموع البرامج التدريبية 243 برنامج. ال 243 برنامج مستهدفين بيهم فترات تدريبية قصيرة، وإن شاء الله إحنا هنتطور وهنعمل دورة مهمة جدا لتأهيل القيادات الوسطى في الدولة ليكون مدير ناجح. أيضا هنعقد دورة أخرى بإذن الله تحت التخطيط، هي دورة الوكيل البرلماني بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمهندسة غادة لبيب، لأن الدورة دي هتخلي تقرب العلاقة بين البرلمان المصري والجهاز الإداري للدولة. وإحنا بنتكلم على المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، بالتأكيد الأكاديمية لها علاقة بالقارة الإفريقية، وكان سيادة الرئيس كان أطلق مبادرة، إحنا ما أعلن عن المبادرة، بمنحة تدريبية ل 250 إفريقي. عايزين نتكلم على المجالات المصرية في التواصل مع إفريقيا، إن دي أحد أذرع والقوة الناعمة لمصر. يعني لما نيجي نتكلم عن ريادة مصر لمصر في إفريقيا، بنتكلم عن ريادة في كافة المجالات، ومنها هذا المجال الهام اللي بيخدم أهداف التنمية. تمام. إحنا مرحبين دائما وأبدا بالإخوة والأشقاء الأفارقة أن هم ينضموا إلى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة. السيد الرئيس أطلق سيادته ومنح 250 منحة للكوادر الأفريقية العاملة في مكافحة الفساد أنهم يتدربوا عندنا في جمهورية مصر العربية. في أجهزة نظيرة إحنا بيننا وبينهم علاقات دولية زي الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في فيينا أو أكاديمية ماليزيا لمكافحة الفساد. أفريقيا ما فيهاش إلا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية، فإحنا سعداء بانضمامهم إلينا، خصوصا أن في حاجز لغوي، يعني العرب لما بيجوا عندنا بيدرسوا باللغة العربية، الأشقاء العرب. الأفارقة لما بيجوا عندنا الأفارقة نصهم فرانكفون ونصهم بيدرس باللغة الإنجليزية. إحنا عندنا ما شاء الله بعض من المترجمين اللي بيتكلموا كمان أردو وسواحيلي، فبيبقى الأفريقي هنا ممكن يدرس باللغة بتاعته، ممكن يدرس بالإنجليزي وممكن يدرس بالفرنساوي. إحنا مرحبين بيهم. نفذنا من منحة سيادة الرئيس 165 منحة كاملة إقامة وتعليم وتدريب واستضافة حتى الآن. نفذنا منحة مع القوات المسلحة شملت 550 ضابط من مختلف المجالات في جمهورية مصر العربية، انضموا إلى الأكاديمية عندنا أثناء فترات التدريب بتاعتهم في القوات المسلحة. إن شاء الله بإذن الله سيادته يعني إذا تكرم ووعد وأطلق منحة جديدة الأكاديمية إن شاء الله مستعدين؟ مستعدين بإذن الله. والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية إدى توجيه إن إحنا ننفذ جميع التكلفات خلال العام التدريبي اللي احنا فيه للاشقاء الافارقه. عايز اعرف طب الدور اللي بتقوموا بيها يا فندم، جهات كتير قوي مسؤوله عن هذا المنتدى الافريقي الهام، وده بيعكس اهميته. الدور بقى اللي بتقوم بيه الاكاديميه يا فندم النهارده، خصوصا ان هي على ترابط وثيق مع زي ما حضرتك شرحت لنا مع الافارقه. يعني الأكاديمية بإذن الله في المنتدى هتبقى جاهزة لأنها تستعرض نشاطاتها، جاهزة أنها تقدم خدماتها للحضور من الدول الإفريقية، جاهزة لأنها توقع بروتوكولات ثنائية أو مذكرات تفاهم، جاهزة أنها تتعاون مع أي حد عايز يشرف الأكاديمية ويطلع على نشاطاتها. إحنا تحت أمره وهنساعده وهنعاونه وهنستفيد منه. وخلي بال حضرتك إحنا دايما عندنا معتقد ان التعاون بيننا وبين بعض احنا كمان بنستفاد منه، مش هما بس، احنا كمان بنستفاد من خبرات مختلفة وبنشوف خبرات اخرى مختلفة وبنتعاون في مجالات اخرى مش محلها المنتدى، مثلا زي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية احنا بنعقد لها دورات عندنا مع السفيرة نائلة جبر. فبالتالي افريقيا معنية بمواضيع كتير بيننا، نقاط مشتركة كتير نتكلم فيها. حضرتك قبل الهوا كنا بندرس مع سياده اللواء وكلمنا عن حضرتك، كلمتني عن مبدا مهم جدا بتبنى الاكاديميه وهو نشر قيم النزاهه والشفافيه. يعني المبدا دوت ازاي حضرتك بترجموه باليات عمل على الارض ودوره بالمنتدى، يعني دوره علاقته بالمنتدى وازاي انه يقدر يخدم الاهداف اللي حطتها مصر من خلال تنظيم هذا المنتدى. نشر قيم النزاهه والشفافيه هو التطبيق التدريبي العملي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. الاستراتيجية السيد الرئيس أطلقها الأولى من 14 ل 18، ثم أطلق في 9 ديسمبر اللي فات الاستراتيجية الثانية من 9 ديسمبر لغاية 22، من 19 ل 22. الاستراتيجية لازم من أهم أهدافها نشر قيم النزاهة والشفافية ونشر قيم مكافحة الفساد.
الموضوع ده له برنامج تدريبي مكثف مركز جدا دقيق ومتخصص للغاية، بنستهدف به موظفين الجهاز الإداري للدولة. من أول السنة بنحط خطة تدريبية، بندرب دفعات تباعا، كل أسبوع بتجيلنا دفعة من مختلف الجامعات أو شركات قطاع الأعمال أو الأجهزة الوزارات المختلفة. كمان بنعقد دورات أخرى للشباب. من أميز الحاجات اللي حصلت السنة التدريبية اللي فاتت إن إحنا عقدنا دورة تدريبية لذوي الهمة، عقدنا للصم والبكم دورة تدريبية، هم اطلعوا عليها وكانوا في منتهى السعادة. إحنا كمان استفدنا وهم حسوا إن هم اندمجوا في المجتمع، إحنا كنا في منتهى السعادة إن الدورة دي كانت مشرفانا. منفتحين على معهد الدعاء، بيقولنا الدعاء في تجديد الخطاب الديني، منفتحين على كافة طوائف المجتمع. فإحنا من مصلحتنا نشر قيم النزاهة والشفافية، وبنعمل على هذا وعندنا استعداد نتعاون مع أي حد لتحقيق الهدف الرئيسي من الاستراتيجية الوطنية. أخيرا سيادة اللواء، رسائل مصر أو الرسالة الهامة اللي مصر عايزة تأكد عليها من خلال استضافة هذا المنتدى الأفريقي الهام. أول رسالة أنا عن نفسي في الأكاديمية الوطنية أحب أوجهها بالأصالة عن نفسي، وحدة صغيرة جدا مكونة لهيئة الرقابة الإدارية من مكونات هيئة الرقابة الإدارية، إن أنا برحب بجميع الأفارقة اللي موجودين. وبالأصالة عن هيئة الرقابة الإدارية، إحنا بنرحب تحت رعاية السيد الوزير رئيس الهيئة بالتعاون مع كافة الأجهزة المناظرة في الدول الأفريقية، وعندنا استعداد نقدم لهم كافة الدعم، الدعم المادي، الدعم اللوجستي، الدعم التدريبي، الدعم على المستوى تبادل الخبرات. إحنا استفدنا وهم هيستفادوا، جاهزين نقدم لهم أي حاجة. على مستوى المنتدى إحنا عايزين نعمق أواصر التعاون بيننا عشان نوحد المفهوم في اتجاه مكافحة الفساد، نحقق الغرض من المنتدى. واحنا يعني مصر تحت امر الدول الافريقيه دايما يعني. الله يخليك يا فندم، وان شاء الله منتدى يليق باسم مصر ويليق بالمجهودات اللي انتم قايمين بيها والتحضيرات اللي انتم قمتوا بيها حتى هذه اللحظه لهذا المنتدى الهام. سياده اللواء دكتور هشام زعلوق مدير الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد، شكرا ليك يا فندم وشرفت قناه النيل. شكرا جزيلا، انا بشكر حضرتك وبشكر قناه النيل الاخبار. متشكر يا فندم.